حققوا نتائج جيدة في هذه القضية. جميع أي مباشرة العملية فضلوا. تمكنت شرطة سيدي بالعباس في قضية نوعية من الإطاحة بجمعية أشرار خطيرة متكونة من 7 أشخاص حاولت زرع الرعب والهلع في أوساط المواطنين عن طريق القيام بعدة أعمال يعاقب عليها القانون، منها المتاجرة في المشروبات الكحولية بدون رخصة والترويج المخدرات واستعمال أدوات خطيرة للتعدي على القوى العمومية. حيثيتة القضية تعود إلى استغلال مصالح أمن دائرة سفيزف التابعة لأمن الولاية بالعباس لمعلومات مفادها إقدام بعض الأشخاص على ترويج والمتاجرة في المشروبات الكحولية مع إحداث ضوضاء وخلق الرعب في أوساط ساكنة المدينة. عند توقيف الأشخاص الخطيرين أبدوا مقاومة شرسة باستعمالهم لكلاب شرسة واستعمال أيضا قارورة غاز البوطان من أجل عرقلة سير الضبطية القضائية. وعلى كل هذا تمكنت شرطة سيدي بالعباس من توقيفهم الواحد تلو الآخر وحجز كل الأدوات التي كانت تستعمل في ترويج المخدرات وترويج المشروبات الكحولية وأيضا سائل المولوتوف وقارورة غاز البوطان بالإضافة إلى أيضا ثلاجة وصناديق أمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاعلين وتقديمهم أمام نيابة سفيزف.